الآن موجودين احنا في متحف الأقصر. تمثال أمورا اللي تلقى في الكرنك خص الملك توت عنخ آمون من الحجر الجيري. صالة جميلة المتحف القديم. تمثال سوبك من الألباسطة مع من الحجر الثالث بس اسم أمس الثاني المكتوب عليه. الكاتب الجالس عمود من الأعمدة من حجر الرملي. تمثال من حجر من الحاج 12 أبو الهول مسلة حاجة في منتهى الجمال متحف الأقصر. دلوقتي ناخد معلومة من المعلومات الحلوة الجميلة. سنة الافتتاح بتاعته امتى؟ أيام السادات، أيام مبارك 91، موضوع الخلية، متحف الأقصر 2004، الامتداد الثاني للمتحف في 2004. أنا منظر الخبية اللي وجدت في معبد الأقصر 1989، حاجة في منتهى الجمال 24 تمثال. لوكسور ميوزيوم متحف الأقصر فاين جراد ام لوكسور تومبل لوكسور ميوزيوم. يا في با لوكسور ميوزيوم جيفيزن جود با شون يا في با شون سي جود سي جود يا با شون يا شون. aber von hier man sieht auch der Nil auch ja und viele Schiffe machen die Reise Luxor aswan aswan Luxor ja ja